مرحبا، يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة وأموركم كلها تمام. اليوم قررت أنه ساوي هذا الفيديو لأتشكركم على الرقم الجميل اللي وصلت له القناة من عدد المشتركين الأخوة والأخوات 22222. رقم كتير يعني بحسه هيك دب السعادة بقلبي، وحسيت أنه مبسوط ومتفائل فيه، ويا رب كل أيامكم تكون تفاؤل وسعادة. وطبعا بدي لكم بهالمناسبة انه انا معكم بكبر، ومعكم بحبكم، ومعكم بشعر بريحة عطر كل حدا منكم بيشاركني هالمجتمع الجميل، وكل حدا منكم بيشاركني محبتي للعطور وعشقي للعطور. اكيد اكيد بس بلشت القناة كنا بعدنا ما بنعرف بعض، هلأ صرت انا اشوف الاسماء اللي دايما يعني موجودة حتى لو ما كانوا فريندز معي بوسائل التواصل الاجتماعي، بس يعني هن أحباب داخل قلبي دايما. يعني عم شوف الاسم بشعر بسعادتي، حتى لو بس مجرد شعوري انه هالأشخاص موجودين. فأنتوا كلكن أخوتي وأخواتي وكلكن بحبكن، وحتى اللي بحط ديسلايك بحبه، وحتى اللي بفوت على القناة وبيعلق لي تعليق مانو منيح بحبه. بالنهاية يعني الأذواق تختلف والمنتاليتي والطريقة التفكير بتختلف، فأنا محبتي لهال 22222 شخص أو يعني أخ أو أخت موجودين بالقناة، محبتي لكم كلكم يلي سبني ويلي حبني واللي شافني خفيف الظل واللي شافني تقيل الدم، كلكم بحبكم. ويا رب تبقى يعني هالمحبة موجودة والتآلف هذا موجود بيناتنا، لأنكم أنتوا يعني ناس عشيقين عطر، واللي بيعشق العطر في بقلبه يعني إذا بدي أحكم يعني على نسبة كبيرة في بقلبه المحبة وفي بقلبه الذوق، وعنده الأتيكيت الراقي وعنده يعني الأشياء اللي بحب يشوفها جميلة. كونوا بخير، ما رح نطول كتير فيديو هيك مثل الصاروخ، بدي أمرق بس لحتى أتشكركم. ما تنسوا 22222 رقم متفائل فيه، إن شاء الله يا رب نوصل لأكبر من هيك، لمجتمع أكبر. ومثل ما قلت لكم كمان ضروري تنتبهوا، أنا مو بس يعني أنا يعني بتعلم منكم، أنا بحب أتعلم منكم. ناس كتير دخلوا على القناة تعلمت منهم، وناس كتير سألوني ما بخلت عليهم، فأنا مثلكم بحب هذا الشيء وبتعلم كل يوم كل يوم بتعلم. أبدا ما بشعر بفوقية تجاه أي شخص من الأشخاص يلي بدخل على القناة بيسأل أو موجود، أو يعني أنتوا حبايبي، والله يا رب يخلي لي إياكم. كونوا بخير، بحبكم كتير، بأمان الله. لو أني أعرف في عطري سحرا سيحرر أوتارك، لجعلت العالم أزهارا من حب تروي قيثارك. لو يمسح وجهي منديلا قد يحمل حتى آثارك، لحسدت عطوري إن لمست ما صافح يوما إظفارك.